قل لي كم صاحب عندك؟ بتقول لي واحد أو اثنين بالكتير. الحجر بتعمر، بنيان بتعمر، مصانم بتعمر، بس البشر صعب تعمر. حي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم. وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محي ملقاكم. وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. نعنا على الشاي. نعنا عطية طعمة حلوة. الشباب من وين؟ والله من إدلب أريحة. يعني على راسي حلبي هون إدلب. إدلب وحلب يعني نفس الشيء، ما في فرق. ما كم كيلو؟ ايه ما بعيدين، بيشبهوا بعضهم ولا؟ قريبين نوعا ما بالعادات بالأفكار. صح، شفت السؤال دغري ضحك، يعني انه ما بيشبهوا بعضهم. هنين ما بيشبهوا بعضهم ممكن، بس قريبين لبعض، يعني بيولفوا على بعض بحكم. وقول إدلب يعني بالستين 62 صارت محافظة، فهي كانت ايه كانت لحلب. فأي واحد بإدلب يعتبر حاله ايه كأنه بأي منطقة بحلب، يعني بعدين صارت محافظة فصار يقولوا أدالبة وحلبية. أول مرة بسمع هالمعلومة على فكرة، أنه ايه لأنه محافظة جديدة تعتبر مو قديمة، يعني بالستين وثلاثة وستين أعلنوا أنه محافظة، أنه شافوها كبيرة وفيها ضيعة كتير وفيها زراعة وفيها كذا، فقال لك ليش ما بتصير محافظة؟ قلبوها محافظة. ايه صارت محافظة. هذا لصالح الأدالبة ولا كيف؟ لصالح الأدالبة ولا الحلبية؟ والله أنا لصالح البشرية جماعة، ما عندي مشكلة مع الكل، يعني الكل الناس خير وبركة إن شاء الله. شو بدهم يحكوا؟ ما بدهم يحكوا، ما عاد في مثل أول يعني. لا 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 خلص، الموضوع الناس صارت أوعى بكتير من هالفكرة. خلص كلياتنا واحد، كلياتنا بشر، سوريين عرب أيا يكن. هو هذا الحديث بالتلفزيون بيقولوه بالضبط، بس بالحياة في فرق. صح. هلا أنت من أريحة؟ أنا من نفس أريحة. هون الشاب من نفس حلب. هون من إدلب، من نفس المدينة بالضبط. 10 دقايق بين أريحة وإدلب. والله دارسها، رايحة أريحة من قبل. إيه جبل 40. والله هلأ صار جبل 15. شو بتتذكر من أريحة؟ شو بتتذكر من أريحة؟ كل شيء بتذكر، ما نسيت شيء أساسا. جبل 40 لا ينسى، قاسيون المصغر فيك تقول. بالنسبة لنا نحن بالشمال السوري، يعني أريحة حاراتها القديمة طبعا، في أحلى من إيه؟ طبعا حاراتها القديمة العريقة جدا، حتى بيقولوا إنه في بلد تاني تحت أريحة عم يكتشفوه كانوا مؤخرا بآخر 10 سنين. كل ما واحد طالع بشيء مغارة بشيء قرني بيكتشف إنه في تحت بيوت وفي آثار وفي في بعد بعد الحرب طلعت كذا مدينة. بالضبط، بعد الحرب طلع سوريا تاني تحت. هلا الكرز عنكم ما؟ طبعا. ولا لقدام شوي؟ الكرز في عقر دار أريحة. ما أول ما بتفوت على أريحة بتلاقي كرستين، شعار تبع عند دوار أريحة الرئيسي فوق. الصيت لأريحة بس الإنتاج الأساسي مو الأريحة، الكرز. إيه والله أنا إذا بدي أتعصب أقول لك لا، أريحة 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 المزاد بيبيعوا فيه وبيوزعوا وبيساووا بسوق أريحة. إيه. بيبيعوا بيعملوا هالقصص، بس هو فعليا بأريحة وبأريافة. حتى بأريحة في فستق حلبي. هلا بقى بقول لك مثل ما عم تحكي صح، من فستق الحلبي وانت طالع على ريحه باتجاه مورك باتجاه حما، فتقريبا من بعد المعره خلينا نقول باتجاه حما، ما بعرف اذا طبعا صديقي ابو وسام والدته حمويه فهو ادرى بموضوع الفستق. ادلب وحما قراب لبعضهم. بالضبط. مورك. ايوه. طيب المنطقه اللي اكثر شهره بالكرز بادلب اذا تركنا ريحه. ريحه 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 اللحمة بكرز. اللحمة بكرز الأكلة إيه بأريحة. بالضبط، فهي اللحمة يعني عنصر الأساسي هو الكرز. بس يعني قصدي البساتين الإنتاج الأكثر. أريحة جاوب وإلك 100 ليرة تركي. أريحة أريحة خي أريحة. خسر. لا لازم تعرفها أنت طالما من المدينة، إلا ما يعني ابن المدينة بصير بيعرف مناطق المحافظة أكثر. ما هلا نحن اللي بنعرفه انه ريحه هي المشهوره بالكرز، مشتهره بالكرز تماما. بس برايي الشخصي بجوز تكون اللي بتقصد فيه انه هي القرى اللي هي بين المصطومه واريحه، او المنطقه بين فيلون واريحه، هذا المثلث هو اللي بيحوي الكرز اكثر من اريحه. هي اداريا طبعا لاريحه بصراحه. طيب المنطقه اللي مشهوره بالكرز كثير
معروف يعني عنهم هي بلد فيها كثير آثار. أدلب كلها آثار. البارة البارة هلا هلا راحت المئة ليرة. البارة طبعا البارة هلا هو أستاذ عبد المعين يعني هي بارة ولا أريحة ولا الفيلون أو مصطوم هي عبارة عن كخريطة هي منطقة واحدة. بس البارة إلى هيك. إلى اسمها لأن بتشتهر بالآثار. أولاً وثانياً معظم السياسيين القويين من البارة ومن جبل الزاوية خلينا نقول. حتى من مو من جديدة من 15 20 سنة كان في باص بيطلع يومي من البارة لبيروت. ما شاء الله. إيه يعني في تجارة وشغل من البارة لبيروت يعني علاقتهم بلبنان قوية. علاقتهم قوية كمان بلبنان وعندهم تجارة بلبنان أهل البارة. أهل جبل الزاوية بشكل عام بيشتغلوا بلبنان يعني بيعملوا بلبنان. أريحة شو اللي خلاها تتميز إنه هي بلد كرز جبل الأربعين فيه مطاعم مشهورة. كان تعمل لحمة بكرز لحمة بكرز أهل حلب كان روح قلبه هالأكلة بيجوا لعنا إدلب على جبل الأربعين بيأكلوا الأكل لذلك أريحة اشتهرت بهالموضوع. الدكتور اللي بحلب كان قبل يعني مو كتير من زمان يعني إنه على الوصفة لأي مريض بيكتب له 10 أيام في أريحة. لسببين. السبب الأول جبل 40 تعرف عالي بحدود 1400 متر بتذكر بذكر طبعا فوق 1000 متر. الهواء فيها هواء نظيف. أريحة أو بشكل عام إدلب هي منطقة خضراء اسمها إدلب الخضراء ما فيها المصانع أو التلوث البيئي عرفت كيف. لذلك هناك الضجة بتكون خفيفة والهواء نظيف لذلك صحيا بيكون مناسب للإنسان برأي الشخص. هي يعني توصيف من إدلبي لأريحة. نعم هلأ حتى في يعني معلومة بعز الصيف كنا نطلع على جبل 40. أنا بالصيف كنت أخذ معي جاكيت بالسيارة أثناء سهرتي مثلا بأبو آرتين ولا الفنار وإلى آخر المطاعم كنت ألبس الجاكيت بعز الصيف من كتر الهواء البارد وال يعني الجو الحلو هناك. صار لك زمان عن أريحة؟ صار لي زمان يعني إنه ما شفتها؟ أنا صار لي زمان ما شفت سوريا للأسف 8 سنين من أول أحداث من سنوات عمر. ذاكرتك لهلا موجودة يعني محتفظ. نعم من أهل الموجودين بإدلب. أنا من إدلب مدينة وعائلتي النص الثاني بحما أمي حموية لذلك عاطفتي ومشاعري أكيد بشتاق لإدلب بشتاق لسوريا بشكل عام لحلب اللي أنا درست فيها. أكيد واحد بلده ما في إنه يعني بعد بلده ما في بلد أي بلد. حارة شمالية. لا أنا من القصور. الحارة الشمالية بصراحة ولا الناعورة مع احترامي لها وأنا بعتز فيها هي منطقة في إدلب ولكن قليل لا أعرفها حتى أنا بخربط بالأسماء بصراحة أنا نفسي يعني في ما بعرف في في حارة بإدلب اسمع على اسم هيك مرة ناعورة. لا اسمع اسم مرة ضبيط. لا اسمع اسم مرة إيه يعني بتهيأ لك هيك إنه كذا. والله ما بذكر يعني ما شاء الله عليك استاذ عبد المعين انت يمكن عامل لقاءات كثير ومحضر لذلك يعني نوعا ما معلوماتك اكيد احسن من معلومات. يعني نحن مو بس تساعدني بهذا الموضوع. هلا انا مالي انا نسيت الاسم بس انا سالتك لتذكرني فيه. لا كثير يعني وقت اللي بتسمع الاسم هذا بتحس انه ضبيط الثوره القصور عم بعد لك مناطق الثوره. لا الثوره ما اسمع اسمها اسم قديم هو ناعوره ما سو ما في اسم هيك بيخطر على بالي اسمع اسم مرة. جيب الاسم وخذ 200 ليرة تركي. تكرم انا بعد شوي اجيب لك اياها. اهلا وسهلا فيك. يا عالمي شو اخبار اميه؟ والله انا على فكره لاعب اميه سابقا درجه اولى. اي سنه؟ لعبت بال 99 لل 2002 كنا بالدوره الدرجه الاولى بتذكر. معناته انت باخر خناقه صارت في الملعب. كان الكوتش تبعنا سامر حربه. ايوه قبل خالد ختام. ختام استاذ خالد ختام وقتك بذكر يحيى بيطار تماما سامر حربه وسامر يازجي وشباب كلهم ما شاء الله عليهم. طيب شو اسم المدرب اللي اجى من دمشق يدرب اميه؟ من دمشق يدرب اميه امتى باي عام؟ قريب من الاعوام اللي عم تلعب فيها انت. انا بذكر ختام هو مو شامي اكيد ديري او حلبي بذكر ديري الاستاذ محمد ختام دوري الرب أمية سامر حربة هو إدلبي ما بذكر بصراحة مدرب شامي دربنا فينك تساعدني يعني ما بذكر ولا ما في يمكن ما في جورج خوري صح بذكر بس وقتها ما طول كثير ما ضبط
ايه جبران. جبران وينه جبران؟ جبران ليه هنيك متخبي هنيك. اه معناته هو اللي هرب. هو اللي هرب. لك ليه يعني ما سلمت عليه؟ قال لي مرحبا واهلا وسهلا تفضلوا. هو كني الظاهر ما بحب الشهرة. طيب اذا الشهرة بتحبه؟ اذا هو ما بحب الشهرة بيكون عم بيرفس النعمة بايده. اه هي فرصة ما لجبران؟ لا لجبران فرصة. هاي فرصة ما كأنه هو هون عامل يعني نجمه هيك سيطر يعني. لا هو هيك الزلمة انطوائي ما بحب حدا. شكله لا يوحي انه انطوائي. شكله يكون عم تحكي لي عن غير جبران. انا اللي شفته عكس ما عم تحكي. هو زلمة اخلاقه كتير عالية وهيك وحباب وما في منه. تعدلني عليه. عدلك عليه. بس تروح عندي اكل اكل منه تفضل. هلا هي اول السنة الواحد يعني اذا اكل له شيء اكله يعني فبتكون سنة خير. اه هو ما لك قلت له وينه؟ قال لي جبران دغري. قال لي وينه؟ قال لي جبران. كيفك؟ كيف صحتك؟ انت جاي هون زياره ولا شفت الكاميرا ورحت ولا شو؟ معقول شوف الكاميرا وروحنا. كيفك يا جبران؟ كيف شغلك يا جبران؟ الحمد لله اموره بخير كله رواق الحمد لله ماشي الحال. سنه عن سنه الواحد شو يعني بيتمنى وبيستنى اكيد بتمنى شيء لقدام يكون خير عليه. بس هون يعني بتركيا شوي الوضع صعب يعني عم نحاول نتاقلم مع الوضع ان شاء الله. شو اللي بدك اياه من 2019؟ 2019 بس بدنا نكون هيك مرتاحين ونكون عام جديد علينا ان شاء الله. طيب ارتحنا شو بنساوي بعدها؟ ما بنساوي شيء اذا ضلنا بتركيا ما بنساوي شيء. والله العظيم على حالنا والله. جبران من اي منطقه بسوريا؟ من اي محافظه؟ من ريف الشام. من ريف جديد عرطوز. منطقه اسمها جديد عرطوز من ريف الشام. بتتذكر من الجديده؟ الجديده بتذكر كل شيء شغلي محلي مطعمي يعني كل شيء الامور رفقاتي بيتنا اهلي عيلتي كلها هنيك طبعا. ايه الحمد لله يعني صارنا فتره هون ان شاء الله هيك نتاقلم ونرجع على جديده وعلى سوريا كلياتها ان شاء الله. ان شاء الله. اهلين جبران. عرقت جبران شوي؟ انا بشوي كثير ليك شايف شغل المروحه عندي هوني. موفق. كيفك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك تسلم. الامور بخير على ما يبدو. الحمد لله تمام الحمد لله. هو المتفائل احيانا بيقول مجامله انه انا متفائل بس الجواني صعب يطلع. لا طبعا الامور بخير الحمد لله يعني بفضل الله. هلا كثير ناس بيتفرجوا علينا بيقولوا عم بيحكوا بيجاملوا بعضهم متفائل ويلا والامور يعني بيحتار الواحد شو بده يقول. والله شلون بدي اقول لك هي المصلحه نحن اخذناها ابا عن جد. يعني حتى انت الاستاذ عملت مقابله مع ابوي بالشهب الشام بحلب. تحكي انت من ايمتى؟ من 12 سنه تسعينات. شفتك على التلفزيون. تتذكرها يعني صغير لسه. يعني هو تعب بهي المصلحه ما اسس له كثير يعني خلف ما مات. بيكون طبعا يعني المعلم بمهنته بحياته الناس بتذكره طبعا طبعا معروف بحلب ابو عارف. ابو عارف معروف. هي القهوه لها اصول ما بدها مرق ومزاج وبدها تخمير وبدها تظبيط وبدك تسخن الفنجان اول شيء لازم تعطي الزبون. ان شاء الله هيك يصير لنا وقت نقدر يعني الواحد اذا شرب فنجان قهوه بيقدر يستمتع فيه يعني بيعرف الطعمه طبعا ما انه يشرب ويمشي طبعا. في كثير عالم بيجوا لهون بيمدحوا بالقهوه. يعني الاغلبيه العالم بيجوا لهون بيشربوا القهوه بغير محل بيمدحوا بالقهوه. يعني قلت لك هي مصلحتنا ابا عن جد. الواحد ما بيغير مهنته بيكسب دائما طبعا. اخذنا هي المهنه من ابوي الله يرحمه وتابعنا فيها وان شاء الله خير وان شاء الله نضل محافظين. اللي بيحافظ على مهنته وشغله وكذا وبيته وحارته هي كمان يعني مواقفه بتتغير ما كله بيلحق بعضه طبعا. على راسي والله. راسي إيه ما سالتك ابو ايش؟ ابو عدنان. ابو عدنان اسم الوالد. الله يسلمك يا رب.
وانت بخير. الله يسعد لي مساك. كيفك؟ الله يخلي لك سمي رب. شعبيتك قويه يا ابو حسن. الله يخلي لك سمي رب. على راسي والله. شخبارك؟ والله الحمد لله. بس هني اشروا علي، قلت لهم بدي احكي مع حدا هون من جيلنا، يعني ما بدي احكي مع الشباب اليوم. طب الاربعينات تعني؟ ايوه هيك شيء. ابو سعينك هي حلبيه. والله الحمد. الحمد لله. صار لك زمان بتركيا؟ يعني 10-15 يوم. اه زياره يعني اول مره ولا جايك؟ لا جاي صار لي 40 سنه بيجي لهون شغل. اه بتعرفها يعني؟ مزبوط. يومين ثلاث ايام شغل بدي كله شغل. الله يعطيك العافيه. الحمد لله في همه لهلا انه الواحد يطلع و بعدنا شباب. عم بعدنا شباب. يعني نقول اللي اصغر منا احيانا بيقول لك والله الدنيا برد، وين رايحين؟ الحاجة من اختراع عمو. صح. والواحد احيانا يعني بيشتغل يفكرون الناس انه عم يشتغل بس مشان انه الشغل متعب. يزيد يعني. لا لا الشغل متعب. الشغل صابون القلوب. اه بس الشغل صابون القلوب؟ لا في شغلات ضرورية يعني. هات لنعد شي ثلاثة بس. ما عدا الشغل صاروا أربعة. السياحة. السياحة يعني الواحد يروح يشوف ملك الله هيك. سبحان الله. يلا بحبه برجي ملكه. اي هذا مثل قديم. وبعرف عن الناس الطيبة اللي مثل حكايتك تعرفنا عليهم. تسلم تسلم يا ابو حسن. ومنغير جو. اي سنة تزوجت ابو حسن؟ ايه تعرف سنة 33 سنة متزوج. 33؟ اه متأخر يعني. ايه متأخر كثير. يعني هيك اجت الحالة يعني نصيب انه هلا وقتها الواحد. لا والله ما كان في عندي رغبة تزوج نهائي انا. ما كان فيها الفكرة نهائي. قامت اجيت. لا الحجي الله يرحمه ابونا الله يرحمه. الله يرحمه وتعيش. لعب علي زوجني. يا ريتكم زمان لعبان علي. اقنعك. اي والله الله يرحمه. يا ريتكم زمان اقنعني. فهلا يعني شو بدي اقول لك 90% من لقاءاتنا مع الشباب بيقول لك شو السؤال هذا تبع متجوز وامتى بدك تتجوز؟ والله يا اخي زواج نص الدين. والله بعت له وحده بنت الحلال بيكمل دينه. وطلعت من حرام بطلع عن دينه. الحجة هي مقنعة انه يعني منين بدنا نعيشها؟ هذا حمي رزقك على رب العالمين. بتتزوج الله بعث لك رزقتك. بجيك ولد هو بطن امه الله بعث لك رزقتك. هذا نحن جماعة يعني نحن ما نكرم ربنا. لأنه بهذا الزمن كثير ناس تجوزت وما عندها شيء ومشي حالها. بس الله بعث له بنت الحلال بتعيش العمر عمرين. ولا صرنا طلعت هي ابن حرام وهو ابن حرام طلع عندينا. تلبكت القصة. لا طلع عندينا مو تلبكت. يعني هي بدها جرأة. بس الشاب يجرأ. بدها خوف رب العالمين. ما بدها غير توفيق رب العالمين ويبعث لك الله نصيبك. اللي هي بتكمل دينك. هلا طالما انت نازل يعني حلب بذاكرتك. طبيعي. القديمة والجديدة. طبيعي القديمة أكثر من الجديدة. إلا ذكريات حلوة كثير بلادنا. غير شكل يعني هيك وقت اللي واحد بيصفن يعني وبيقول حلب قديش في أشياء هيك يعني راحت ما بقى يعني بيزعل عليها. وغير أنه الأصدقاء كمان نحن حلب أو بلادنا بشكل عام الحجر بتعمر. البنيان بتعمر. المصانع بتعمر. بس البشر صعب تعمر. اليوم ناس طلعت من توبة كثير وناس عم يشوفهم ما بضل في لا دين ولا اخلاق. هذا اللي بيحس بالنفس يعني. الاول كان الانسان هو بيخاف من ربه. لا طلع ما بيخاف من ربه قد ما بيخاف من العصايه. من اي حي بحلب؟ القديم مواليد القديم نحن باب الحديد. باب الحديد. وبعدين انتقلت طلعت بقى على اسرة المحافظة. يعني المحافظة لسه هي المنطقة الثانية الجديدة يعني لسه كمان صار لها 50 سنة المحافظة ما صار لها يوم 50 سنة صار الشهبة ما صار لها زمان. الشهبة ما صار لها زمان. بنبدأ على بعضهم. بحلب بيسموا المناطق على هوا المنشأة اللي موجودة. يعني هذا الطبع أو عادة أو يعني مثلا منطقة تليفون هوائي لأنه البرج فيها. بالمحافظة لأنه بيت المحافظ موجود. مو شرط كمان بوجهة نظرها كمان سليمة. واخي الايام يعني مثل ما هي الشباب اللي هن بسموه وين ساكن في المنطقه وين ساكن حد من حد قصر
اللي هون في دوار الفيل بمنطقة بتركيا باسطنبول، بس ما في ولا فيل. هو في تمثال فيل، والتراك هون مسمينه غير اسم يعني ما له علاقة، بس الحلبيات اللي اجتمعوا هون أول ما إجوا أو كذا على نواحي الفيل، دوار الفيل. يا أخي أسهل يعني، أسهل بيني وبينك أسهل يعني. اسطنبول ما هي بلد صغيرة ما شاء الله، كان تعداد سكان كبير ومناطق كتير شاسعة واسعة. المرديان مثلا، منطقة المرديان يعني الهند الآن بيقولوا منطقة المرديان اللي كان فيها، لأنه المرديان موجود فيها صح. بيني وبينك أخي الكريم يعني الأسامي متختلطة، ونرجع نحن لأصلنا، واحد ما بنسى أصله. شو أخبار باب الحديد؟ لساته الباب موجود؟ والله متهيألي ما عاد في شيء موجود. تفرجت على مسلسل باب الحديد؟ لا ما شفته. ما لك خلق بجوز؟ والله بيني وبينك أخي الكريم يعني بعض الحظات نحن كبرنا بالعمر، ما بقى نعنيها شغلات كثيرة، وكثير تلاقي في شغلات ما لها واقعية. ايه يعني انه المسلسلات عم تحكي عنا، ايه نحن بنعرف حالنا، فليش نتفرج عليها؟ وبتخاف انه يطلع مسلسل فيه معلومات غلط بتتضايق؟ يعني مثل الله بالله ناخذ باب الحاره قديش اخذ هو لاخره. ايه بس ما وقعنا، لا مو وقعنا، فرق كبير. وقع الجماعه السوريين وقعش هون صح، في عن مرجله وفي عن رجوله وفي عن، بس كثير دخل الحبل بالنابل. ما طلعت باب الحاره مرجله، طلعت زعبره. هذا طلع كله علينا تمثيل بتمثيل. هي أخي والله يعني أيام زمان وقت نشوف أفلام سينما قديمة وكذا، هلأ عم نشوفها بالثلاثينات تصورت، يعني بصير بتعرف أنت المدن وبتعرف الناس كيف عايشة. التوثيق حلو يعني إذا كان مصح، إذا تفرج على التوثيق مزبوط، وشو قديش متقدمين ومتأخرين. فرجع في المصري القديمة والحارات والشوارع القديمة، وشوف شو قديش مصر رجعت لورا. تفرق يعني التوثيق خاصة بالسينما. بالضبط. طبعا يعني ما في حلبي مزواق، موضوع الأكل طبعا مزواق بالطرب طبيعي. هذا غير الصناعة والتجارة شيء آخر. مزبوط. الطرب قريب منك ولا بعيد؟ لا بعيد. مستمع إيه؟ تسمع؟ مستمع إيه؟ طب نحن نسمع الأغاني القديمة اللي نحبهم فيهم. مين من الأصوات اللي هيك القديمة اللي أخذتك و... طبعا أبو محمد صباح فخري، ناظم غزالي، نقدر نقول عم كلثوم، فيروز، من علاء فيهم أساسيين يعني أصوات طبعا. بس إذا قلنا أصوات حلبية، صباح فخري، محمد خيري، ليش ننسى؟ ما حضرت له مرة، صباح فخري حضرت له كذا غنية كذا كذا حفلة حضرت له، فصار في علاقة يعني الواحد انه يسمع له. محمد خيري توفى على بكير يعني، ونحن يعني اغانية هذيك الايام يعني ما كنا صعبون، كنا شباب صغيرين، هلا كبرنا عم نصعب هالشغلات هدول. خير شكل. الله يعطيك العافية. الله يخليك. فرصة سعيدة. تسلم يا رب. اهلا وسهلا فيك ابو حسان. سعيد شفناك، شفناك أكثر مرة على التلفزيون ما شاء الله، وكان حضورك مميز. الله يسلمك يا أبو حسن، جدا مميز. أنا بدنا وقت أشاروا لي عليك، يعني بحس دائما أنه أنا بعرفه هذا الشخص، لازم أعرفه. وجهنا بعض مألوف إن شاء الله. الله يسلمك. الله دين محبك التأثير، ويعطيك ألف عافية، وشكرا كتير كتير. شكرا لك. تفضل. على رأسي والله. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم.